تعالوا بقى نروح للنجم العالمي محمد صلاح. وصل محمد صلاح مهاجم ليفربول إلى 150 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت عندما هدى شباك كريستال بالاس خلال الانتصار 2-1. وطبعا بات خامس أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة. ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي تقرير بالاشتراك مع شركة أوبتا للإحصاءات عن كيف جاءت أهداف صلاح حتى وصل إلى هذا الرقم الكبير. سجل محمد صلاح قائد منتخب مصر 150 هدف في 247 مباراة، فاز خلالها في 162 مرة وخاض 124 على ملعبه و123 مباراة خارج ملعبه. وجاءت أهداف صلاح بواقع 120 هدف بقدمه اليسرى و22 هدف بالقدم اليمنى وثمانية أهداف بضربات الرأس، كما صنع 66 هدف خلال مشاركاته في المسابقة. ومن بين الأهداف المسجلة أحرز صلاح 23 ركلة جزاء من 28 محاولة، ضيع ضربتين جزاء بس يعني. وجاءت الأهداف من 873 تسديدة منهم 377 على المرمى. وأحرز صلاح هدف الأول أمام أرسنال طبعا ده لما كان في تشيلسي، والمباراة دي خلصت 6-0 بالمناسبة في 22 مارس 2014، بينما كان هدفه الأخير مع ليفربول أمام كريستال بالاس زي ما قلت لكم. وشارك صلاح في 13 مباراة فقط مع تشيلسي وسجل فيها مرتين، بينما جاءت كل المباريات الأخرى مع ليفربول والأهداف الأخرى مع ليفربول ولم يسجل في أي موسم مع فريقه الجديد أقل من 19 هدف، باستثناء الموسم الحالي وصل ل 19 هدف في 16 مباراة. ولم نصل بعد إلى منتصف الموسم، ولم يسبق لصلاح في يعني ما حدش سبق صلاح في سرعة الوصول ل 150 هدف سوى أربع لاعبين فقط، هو ألان شير 212 مباراة، وسيرجيو أجويرو طبعا 217 مباراة، وهاري كين في 2018 218 مباراة، وتيري هنري في 220 مباراة، وكلهم من اللاعبين المهاجمين. حقيقة محمد صلاح نموذج ملهم. الأرقام اللي سردتها دي لحضراتكم يعني دي فخر كبير لكرة القدم المصرية. احنا نقدر وعندنا المواهب الكبيرة والكتيرة، لكن ينقصنا استثمار هذه المواهب. كلمة استثمار هذه المواهب تحتيها خطوط كتير بقى قوي قوي، ان انت تشغل وكلاء لاعبين حقيقيين مش اللي هم بيطلعوا سمسارة ومصالح والكلام ده، ان انت تسوق لاعبينك صح، تجيب منتج الدوري بتاعك يطلع اللاعبين في اماكن مظبوطة، اللاعبين المحترفين اللي عندك يكونوا ماشيين بخطوات ثابتة وانت متابعهم، كل الكلام ده تحت استثمار في لاعبيك. الاستثمار في العنصر البشري ما هوش بس بان انت تطور المنتج محليا، لا، انت عندك مواهب كبيره جدا، عندك اسماء كتير جدا تقدر تلعب في اكبر دوريات في العالم، بدليل محمد صلاح، بدليل النني، بدليل مرموش، بدليل اسماء كتير، تريزيجيه، ناس كتير جدا. طب ايه الاستثمار في الموهبه اللي عندك دي؟ الاستثمار مش ان انت تدربه بس، لا، تسويق اللاعب ده استثمار، الحفاظ على موهبه اللاعب بتطويرها تدريبيا ده استثمار، ان انت يبقى عندك وكلاء لاعبين بتقدر تخرج لاعبيك. انا بشوف وكلاء لاعبين كتير يا جماعه بتوع سوشيال ميديا، بيسوق اللاعب على السوشيال ميديا عشان يروح اهلي او زمالك او نادي كبير في مصر يعني، وتلاقي اللاعب ده بعد كده عادي جدا. وفي ناس مهدور فرصها بسبب ان هي ما عندهاش وكيل سوشيال ميديا. ازاي بقى؟ وهل هي بقت ماشيه كده يعني؟ لا، المفروض الموضوع يدرس، وكلاء اللاعبين يدرسوا صح وياخدوا المؤهلات. يعني خلي بالك احنا السنه الجديده دي انت عندك مشكله كبيره ان بعد كده مش هيشتغل وكيل لاعبين غير المؤهلين من الفيفا فقط. طب والناس اللي هي بتاكل عيش بقى على راينا كده يعني زي ما بنقول، وشغالين ده من هنا لهنا، واللاعب ده ماشي من هنا متعمدين عشان نقبض من النادي التاني بقى، ما احنا بناخد عموله من هنا وعموله من هنا. فبالتالي الكلام ده كله لازم ينتهي. انت عندك مواهب كبيره جدا، عندك ناس تقدر توصل العالميه بسهوله، بس تنفذ خطه محطوطه لتطوير المنتج بتاعك، منتج محلي ومنتج عالمي. منتج الدوري المصري قوي، لكن لازم يتم استثماره، لازم يتم استثماره بشكل ناجح، وتجيب ناس تستثمر لك في الدوري ده من ناحية تصوير تلفزيوني، من ناحية العدالة التحكيمية، من ناحية قوة المسابقة والأندية القوية فيها. كل ده هيضيف للاعب المصري ويخليه يحترف بطريقة أسهل بكتير جدا يعني.